الخير. انا اسمي الاستاذه الدكتوره هبه كمال صدراك، استاذ واستشاري امراض البطنه والسكر والغمض الصماء في كليه طب القصر العيني. الفيديو ده موجه لليانج فيزيشنز، صغار الاطباء عندنا، على موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاول اللي هو البريفنشن اوف كارديوفاسكولار ديزيز ان ادلتس ويذ دايابيتس. احنا عارفين كلنا انه مرض السكر منتشر جدا في مصر، وان مصر فيها تقريبا 14 مليون مريض سكر، وللاسف كمان في زياده جامد جدا في امراض القلب والشرايين. عشان كده احنا النهارده عايزين نتكلم على البريفنشن بتاع كارديوفاسكولار ديزيز. الكارديوفاسكولار ديزيز البريفنشن بتاعها يبدا من ان احنا نكنترول الريسك فاكتورز. ايه هي الريسك فاكتورز؟ اللي هي اي ريسك فاكتورز تؤدي لحدوث القلب، امراض القلب، زي التدخين، زي السمنه، زي ارتفاع كوليسترول الدم، زي ارتفاع معدل السكر في الدم، زي التاريخ الوراثي لامراض القلب. وده شيء مهم جدا، لازم اليانج فيزيشنز نكون بناخد جود فاميلي هيستوري، علشان لو في فاميلي هيستوري اوف هارت ديزيز بيبقى غالبا في بقيه الاشخاص معرضين لحدوث امراض القلب. To prevent the cardiovascular disease في الناس اللي عندها السكر، number one هو very good and tight control of blood sugar level، ويكون continuous، يعني لازم يتظبط معدل السكر في الدم باستمرار. الحاجة التانية هي control of risk factors، سواء hypertension، سواء lipid profile، لازم نكون بنكنترول lipid profile. الانتيبليتلت وذر هنديها كبرايمري prevention، هي it's not stated ان هي تتاخد كبرايمري بريفنشن، لكن طبعا بتتاخد كسكندري بريفنشن. فبالتالي كل الفاكتورز دي بتخلينا نعمل جود كنترول او بريفنشن بمعنى اصح للكارديوفاسكولار ديزيز، بلس ستوبينج اوف سموكينج اند اذر لايف ستايل موديفيكيشنز. ننتقل للحاجه الثانيه اللي هي الابديتس اوف ميديكال كير في البيشنت اوف دايابيتس. الحقيقه جايد لاينز كل سنه بتجيب لنا جايد لاينز جديده في المانجمنت بتاع البيشنتس. اهم حاجه ناقشتها الجايد لاينز السنه دي، سواء الاي دي اي او الاي اس دي 2019، كانت على البروتوكول اوف مانجمنت اوف ذا بيشنت. والبروتوكول بيبدا انه بعد اللايف ستايل موديفيكيشنز احنا بنقسم العيانين اكوردنج تو ذا سيتويشن. اف ذا بيشنت هاز كومبيتنج انديكيشن زي كارديوفاسكولار ديزيز او زي كورونيك كيدني ديزيز، ذن وي ويل شيفت دايركتلي لبعض انواع من العلاج اللي ثبت ان ليها جود افكت على القلب، زي الاس جي ال تي 2 انهبيتورز والجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. الادويه دي ليها جود افكت على الهارت من خلال الاستاديز، ليدر ستادي واذر ستاديز كتيره، وبالتالي دول اوف جود تشويس في الكيدني ديزيز او كارديوفاسكولار ديزيز. بعد كده بنقسم العيانين على حسب، لو ما عندوش الانديكيشنز دي هيكون التارجت بتاعنا حسب احنا المين انديكيشن، هل هو احنا خايفين من هايبوغلايسيميا، هل الويت از ذا مين كونسرن، هل الكوست از ذا كونسرن، ساعتها بنسلكت الميديكيشن اكوردنجلي. الحاجه الجديده اللي هنختم بيها في الجايد لاينز ودي مهمه جدا هي الاس جي ال تي 2. الاس جي ال تي 2 انهبيتورز الحقيقه خد دور كبير جدا، وابتدى يتوجه ليها الايوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي في 2019 من شهرين، كلمونا انه مهم جدا ان العين لو عنده even cardiovascular disease high risk of cardiovascular disease then we should start the SGLT2 inhibitors. ليه؟ لانه في كتير من studies وجد معاها prevention و decrease secondary prevention، يعني للheart failure او للischemic events and even reduction of mortality. Good luck in your practice. Thank you.